تلعب عملية تحضير حليب الـF75 والـF100 بشكل صحي دوراً مهماً في تقليص احتمال تعرض الأطفال للالتهابات أثناء عملية التغذية في المستشفيات والمراكز الصحية المسؤولة عن معالجة حالات سوء التغذية الحادة والشديدة. فمسحوق الحليب الغذائي ليس معقماً بذاته، لذا فقد صممت خطوات التحضير الموضحة بهذا الفيديو بهدف قتل البكتيريا التي قد تلوث حليب الـF75 والـF100 والتي مصدرها المستشفى أو المركز الصحي. إن اتباع التعليمات واستهلاك الحليب خلال ساعتين من تحضيره سيمنع البكتيريا من التكاثر بالحليب السائل بعد التحضير. لتحضير الحليب الغذائي تحتاجون لأدوات صالحة لإعداد الطعام، فهناك حاجة للآتي: علب من الحليب الغذائي F75 وF100، ماء للغلي والتنظيف، وعاء طهي، إبريق لغلي الماء وموقد أو مكان لغلي الماء، أقلام حبر وملصقات لتسجيل المعلومات المتعلقة بالوجبة، ميزان حرارة لقياس حرارة السوائل الحارة، إبريق وأكواب قياس لقياس كمية الماء، كوب لتغذية الأطفال، ملعقة للتحريك وأداة لخلط كميات كبيرة من الحليب، منبه أو ساعة توقيت ومحارم ورقية لتنشيف اليدين. أما أدوات الغسل: صابون لغسل اليدين، وعاء وصابون سائل لغسل الأدوات، وفرشاة. يفضل تحضير الحليب الغذائي وسقيه للأطفال فوراً بعد إعداده. يفضل تقديم كل وجبة بكوب للأطفال على حدة. يوضح هذا العرض كيفية إعداد الحليب F75 وF100 بطريقة آمنة وصحية. الأمثلة المعروضة هي لتحضير كوب واحد من حليب F75. قوموا بغسل وتعقيم السطح الذي سيحضر عليه الحليب الغذائي. يجب غسل اليدين جيداً بالماء والصابون والتنشيف بالمنشفة أو المحرمة الورقية ثم رميها. اغسلوا كوب التغذية والأواني وميزان الحرارة بماء ساخن مع الصابون. يجب أن تكون الأدوات مهيئة لتحمل السوائل الساخنة. لتعقيم المعدات، املأوا الوعاء الكبير بالماء وقوموا بتغطيس جميع أدوات التحضير والتغذية. غطوا الوعاء بغطائه ثم قوموا بغلي الماء. اتركوه يغلي لمدة دقيقتين على الأقل، ثم قوموا بإخراج الأدوات من الوعاء بحذر وباستخدام الملاقط المعقمة أو أي أداة أخرى لإخراج المعدات الساخنة. تنشف الأدوات باستخدام المحارم الورقية. لمنع إعادة تلوثها ننصح باستخدام الأدوات المعقمة فوراً، وفي حالة عدم استخدامها ننصح بتغطيتها وتخزينها بمكان نظيف وجاف. يرجى الرجوع لتعليمات منظمة الصحة العالمية وجداولها المرجعية والتي تبين كمية الحليب الغذائي اللازم. ما نشرحه الآن هو لتحضير حليب غذائي لطفل يزن 5 كيلوغرامات عند إدخاله المستشفى أو العيادة. فبالرجوع للجداول المرجعية المذكورة نجد أنه يجب تحضير 55 مللتر من F75، وبقراءة تعليمات التحضير على علبة الحليب الغذائي نجد أنه يلزم 50 مللتر من الماء لتحضير 55 مللتر من المحلول. الخطوة التالية هي غلي قدر كاف من الماء. عليكم التأكد من الغلي التام للماء، فبحال استخدام بريق الغلي الكهربائي انتظروا حتى انطفائه تلقائيا. يجب الحذر عند التعامل مع الماء الساخن لتجنب الاحتراق. بعد الغليان دعوه يبرد قليلا من دون أن تنخفض درجة حرارته إلى ما دون 70 درجة مئوية. تأكدوا من حرارة الماء باستخدام ميزان حرارة معقم. إذا لم يتواجد ميزان حرارة، تأكدوا من إضافة الحليب إلى الماء في غضون أقل من 3 إلى 5 دقائق بعد غليان الماء. صبوا 50 مللتر من الماء الساخن من كوب القياس في كوب نظيف ومعد لمزج مسحوق الحليب بالماء، مع الانتباه لتجنب الحروق. اقرأوا ملصق العلبة لمعرفة كم مغرفة من الحليب F75 تكفي ل 50 مللتر من الماء. أضيفوا كمية الحليب المناسبة كما هو مشروح على الملصق. إن 55 مللتر من الحليب الغذائي تحتاج لمغرفتين من مسحوق الحليب. خذوا المغرفة واملأوها برفق بالحليب.
لا تضغط المغرفة على طرف العلبة لكي لا يتكدس ويضغط الحليب بالمغرفة، بل قوموا بتسوية الحليب باستخدام حافة ملعقة أو سكين. إن زيادة أو إنقاص كمية الحليب بالماء قد تعرض الأطفال للمرض. بعد التأكد من أن المغرفة لم تتعرض لرطوبة، أعيد المغرفة للعلبة وأغلق العلبة بإحكام. انتبهوا لحرارة المحلول المعطى للأطفال، لأن الماء المستخدم للتحضير ساخن جدا وقد يسبب حروقا بفم الطفل. للتأكد من حرارة المحلول، ضعوا بعض النقاط من المحلول على رسغكم، وفي حال أن أحسستم أنه بنفس درجة حرارة الغرفة يكون المحلول جاهزا للتقديم للأطفال. بعد تحضير المحلول عليكم تبريده بسرعة ليصل الحرارة المناسبة للشرب. إذا كنتم تستعملون وعاء فيه ماء بارد لتبريد المحلول، قوموا بملء الوعاء بمقدار قليل من الماء البارد بحيث تستطيعون وضع كوب محلول الحليب بثبات بالوعاء مع مراعاة عدم وصول ماء الوعاء للمحلول بالكوب. يعتبر التأكد من شرب الحليب المحضر خلال مدة أقصاها ساعتان من أهم مقومات السلامة. الرجاء التنبه إلى أن المدة القصوى لصلاحية محلول F75 و F100 للاستهلاك من قبل الرضع والأطفال هي ساعتان من بعد التحضير. بعد تبريد المحلول، أخرجوا الكوب من الماء وقوموا بتجفيف كوب الحليب من الخارج بمنديل ورقي أو نظيف، ثم قوموا بوضع ملصق تعريفي على الكوب. في هذا المثال اكتبوا اسم المحلول F75 واسم الطفل وتاريخ ووقت التحضير وكمية التحضير واسم المحضر. إن الملصقات التعريفية هي من أهم الوسائل لتعقب جميع الكميات المحضرة ومعرفة وقت لزوم التخلص منها. انتبهوا لحرارة المحلول المعطى للأطفال، لأن الماء المستخدم للتحضير ساخن جدا وقد يسبب حروقا بفم الطفل. للتأكد من حرارة المحلول، ضعوا بعض النقاط من المحلول على رسغكم، وفي حال أن أحسستم أنه بنفس درجة حرارة الغرفة يكون المحلول جاهزا للتقديم للأطفال. اليوم سنقوم بتحضير 2.4 لتر من الحليب F75 باستخدام 2.2 لتر من الماء وعلبة كاملة من مسحوق حليب F75. لتحضير الكمية ذاتها من الحليب F100 نقوم باستخدام 1.85 لتر من الماء مع علبة كاملة من مسحوق حليب F100، مما سيعطي 2.16 لتر من المحلول. أحياناً وعند تحضير محلول الحليب العلاجي لأطفال عدة في مستشفى أو عيادة تغذية، عليكم خلط مسحوق الحليب بوعاء كبير وتوزيعه على عدة أكواب تغذية فردية. بما أن الحليب العلاجي المحضر بأوعية كبيرة ومفتوحة معرض أكثر للتلوث، وبما أن الكميات الكبيرة تحتاج لوقت أكثر للتبريد مما يزيد فرص نمو البكتيريا الضارة، عليكم صب الكمية الكبيرة الساخنة بالأكواب الفردية فورا بعد تحضيرها. اغلوا كمية كافية من الماء النظيف بوعاء كبير. أثناء غليان الماء قوموا بتحضير الملصقات التعريفية لكل كوب تغذية، بما في ذلك اسم الطفل، تاريخ ووقت التحضير، كمية المحلول المعطاة، واسم المحضر. بعد الغليان صبوا كمية الماء المناسبة والتي تكون قد تركت لتبرد ولكن ليس لأقل من 70 درجة في وعاء قياس نظيف ومعقم. في هذا المثال نحتاج ل 2200 مللتر من الماء الساخن. يجب أن تقاس درجة حرارة الماء بميزان حرارة معقم. أفرغ العلبة التي تحتوي على 400 جرام من مسحوق حليب F75 في الوعاء الذي يحتوي على 2200 مللتر من الماء الساخن. اخلطوا المسحوق فورا باستخدام ملعقة نظيفة ومعقمة وتأكدوا بأن الذوبان قد تم بشكل كامل. بعد خلط المسحوق بالماء قوموا بصب المحلول بالأكواب المعدة لشرب الأطفال مع مراعاة عدم التعرض للحروق من المحلول الساخن. تأكدوا أن حرارة المحلول قد أصبحت مناسبة قبل إعطائه للأطفال. يجب استهلاك المحلول المعد خلال ساعتين من تحضيره، ويجب التخلص من أي من محلولين F75 والF100 المتروكين لأكثر من ساعتين لما قد يسبباه من ضرر بالأطفال.
يتم تحضير محلول الاف 100 بنفس طريقة الاف 75. اولا قوموا بغسل وتعقيم المعدات. ثانيا اقرأوا التعليمات على علبة الحليب لمعرفة مقادير الماء والمسحوق الصحيحين. ثالثا اضيفوا الماء الساخن 70 درجة مئوية على الاقل. رابعا اسقوا الطفل عندما تصبح درجة حرارة المحلول مناسبة.